الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا عليم يا عظيم يا قوي يا متين، افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا الفقه والفهم في الدين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله نتكلم عن يوم عاشوراء. يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن أفضل ومن أفضل ما يصام هو صيام، طبعا بعد رمضان، صوم شهر الله المحرم. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة، وورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، ولم يكتب الله عليكم صيامه، يعني هو منه فرض على الواحد أن يصوم يوم عاشوراء. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. يعني معنى أن صيام يوم عاشوراء مستحب صيامه وليس فرضا. وورد في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأناس من اليهود لما دخل قدم المدينة، مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون وأغرق فيه فرعون. يعني في هذا اليوم الله تبارك وتعالى نجى موسى وأغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه سفينة نوح على الجودي، فصامه نوح وصامه موسى كذلك شكرا لله تعالى. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. قال: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصامه وأمر أصحابه بالصوم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال شو؟ يكفر السنة الماضية والباقية، هذا عرفة. ويسن أيضا صيام تاسعاء وهو تاسع المحرم، يعني تاسع المحرم والعاشر والحادي عشر، هذول ثلاثة أيام صن الواحد يصومهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. والإمام الشافعي ماذا قال؟ قال: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، يستحب صيام التاسع والعاشر جميعا، وكذلك يستحب صيام الحادي عشر، هكذا قال الإمام الشافعي. وبعضهم قال الحكمة، حكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء هو الاحتياط له، يعني الاحتياط لاحتمال الغلط في أول الشهر، أن يكونوا غلطانين برؤية الهلال، فالاحتياط أن يصوم تاسعاء وعاشوراء، وكذلك الحكمة لمخالفة اليهود، فاليهود يصومون العاشر، فلما بصوم التاسعاء والعاشر يعني تسعة وعشرة بكون خالف كمان مين؟ اليهود. فإن لم يصوم معه تاسعاء سنة أن يصوم معه الحادي عشر. بل نص الإمام الشافعي على استحباب صيام الثلاثة، لأن قلنا تسعة وعشرة واحد عشر.
أما صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء مع أن اليهود كانوا يصومون، يعني قد يجي واحد يقولكم كيف الرسول بيصوم باليوم اللي صاموا فيه اليهود، أليس هذا تشبها باليهود؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله على نعمة نجاة سيدنا موسى عليه السلام، وليس تشبها بالكفار، هو شكر لله تبارك وتعالى على أنه نجى مين؟ موسى عليه السلام. بعدين موسى عليه السلام نفسه صامه، سيدنا موسى صام هذا اليوم كذلك، فهذا ليس تشبها باليهود، إنما صيامه هو شكر لله تعالى. هلأ في عاشوراء حصلت عدة حوادث، في عاشوراء حصلت كثير من الحوادث، يعني سنذكر بعض ما حصل في هذا اليوم. مما حصل في عاشوراء أن الله تبارك وتعالى قبل توبة سيدنا آدم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها فأكل منها، فالله تعالى تاب في هذا اليوم على مين؟ على آدم عليه السلام. وفي هذا اليوم نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين من شو؟ من الغرق. فقد رست سفينة سيدنا نوح عليه السلام، فاستوت السفينة يعني واستقرت على جبل في العراق اسمه جبل الجودي، هذا قرب مدينة الموصل بالعراق، في جبل اسمه جبل الجودي، هناك استقرت سفينة نوح عليه السلام. وكذلك مما حصل في عاشوراء نجى الله موسى ومن معه من مين؟ من فرعون، لما انفلق البحر 12 فرقا ودخل موسى ومن معه البحر، يعني صار البحر كالأرض اليابسة، دخل موسى ومن معه طبعا ولحقه مين؟ فرعون وجنوده، أرادوا أن يلحقوه حتى يقتلوه، فغرق فرعون ومن معه في البحر ونجى موسى ومن معه، حتى أنه ورد أن فرعون أراد أن يسلم عندما أدركه الغرق، الله تعالى قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شو قال؟ قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حتى هون لاحظوا أنتم في دليل قوي جدا على أن كل الأنبياء كانوا على دين واحد هو الإسلام، لأنه ماذا قال فرعون؟ قال وأنا من المسلمين، ما قال وأنا من اليهود، إنما قال وأنا من المسلمين، يعني معناه أن دين موسى كان الإسلام، كما دين عيسى الإسلام، كما دين نوح الإسلام، كما دين آدم الإسلام، كما دين محمد صلى الله عليه وسلم دينه الإسلام، كسائر الأنبياء. يعني هذه آية صريحة فيها دلالة واضحة على أن دين الأنبياء هو الإسلام، وأن فرعون كان يعرف أن موسى على الحق وأن موسى على الإسلام، وإلا كيف ورد في القرآن أن فرعون قال وأنا من المسلمين؟ يعني هذا دليل قوي، لأن بعض الناس والعياذ بالله، وهي نقطة مهمة جدا تنتبهوا لها، بعض الناس والعياذ بالله بيقولوا موسى كان يهودي وعيسى كان نصراني، الذي ينسب لنبي من أنبياء الله دين غير دين الإسلام هذا يكون كفر بالله والعياذ بالله، لأن الله قال في القرآن
إن الدين عند الله الإسلام، فليس هناك دين حق يتبع إلا دين الإسلام. دين الحق الذي يتبع هو دين الإسلام. إيه هلا يقال لحظة، نحن قلنا الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام، يعني الله قال إن الدين عند الله، إن الدين عند الله يعني إن الدين الحق المقبول عند الله هو الإسلام. غيره من الأديان تسمى أديان لكن أديان باطلة. يقال عنها دين، أليس الله قال في سورة الكافرون لما قال سيدنا محمد حكاية عن النبي قال لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. يقال عن غير دين الإسلام دين لكن دين باطل، واضحة؟ وفي العاشر من محرم رفع الله كذلك البلاء عن مين؟ عن أيوب بعد أن دام مرضه 18 سنة. 18 سنة سيدنا أيوب كان مبتلى. وطبعا في نقطة مهمة كمان تنتبهوا لها، أن أيوب عليه السلام لم يخرج منه الدود، هذا خروج الدود والأمراض التي تنفر الناس من قبول الدعوة، دعوة الإسلام، كل مرض ينفر من قبول الدعوة يستحيل أن يصاب به الأنبياء. فهي اللي زعموا بعض الناس وبعضهم للأسف يذكروها بالكتب، بقولوا أيوب كان يخرج منه الدود، قالوا عزعمهم كانت الدودة لما توقع قال يرجع يجيبها يحطها على جلده ويقول لها كلي يا مخلوقة مما رزقك الله. هذا فيه نسبة السفاهة للأنبياء، وهذا فيه تكذيب للشرع. إذا كان الإنسان فينا دخل مسجد، يعني مين أشد؟ يعني خلينا نقولها هيك عادي، مين أشد؟ خروج الدود أو واحد نازل هيك شيء من أنفه؟ أكيد الدود أشد، ما هيك؟ إذا واحد فات على مسجد ولقى الشيخ نازل هيك شغلة من منخاره، يعني إيه مخاط أو شغلة، ما بيقرف؟ قد ما يحضر الدرس، قد يقول قرفت منه، ما هيك؟ فكيف والعياذ بالله ينسب لنبي أنه خرج منه الدود من جسده؟ لا والعياذ بالله. وكمان شو بزيده؟ بقوله كان يلمه ويحطه يرجع جلده يقول له كله كله من جلدي، كله مما رزقك الله. إذا كان شوية مخاط من شيخ ما بين واحد بقرف وبقوم بعض الناس، فكيف بالدود الذي يخرج من الجسد؟ هذا أكثر ينفر الناس، فهذا يستحيل على الأنبياء. فالله تبارك وتعالى رفع البلاء في هذا اليوم اللي هو يوم شؤنا عاشوراء عن أيوب عليه السلام، وأخرج الله يونس من بطن الحوت، وأخرج الله يونس من بطن الحوت. وورد كذلك أن الله رد يوسف على يعقوب، سيدنا يوسف اللي هو أبو يعقوب، في العاشر من محرم رد الله يوسف إلى أبيه يعقوب عليه السلام. وأنقذ الله كذلك في هذا اليوم إبراهيم من النمرود، لما ألقاه النمرود في النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وحصلت أحداث كثيرة غير هذه الأحداث التي ذكرناها، ولكن هذه من أبرز الأحداث التي حصلت في هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر من محرم. كذلك حصلت حادثة كبيرة جدا ومشهورة جدا، وهي مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما. الإمام الحسين من هو؟ هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين هو سبطه. شو يعني سبط؟ السبط هو ولد الولد، السبط هو ولد الولد أو ولد البنت، يعني سبط بالطاء، يعني ولد الولد يقال له سبط وولد البنت يقال له سبط. يعني الحسين مين أمه؟ فاطمة. بنت مين؟ بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمه للحسين، وأبوه علي بن أبي طالب. الحسين هو سبط رسول الله
صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الحسين، كان يقال له أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا من حسين وحسين مني، أنا من حسين وحسين مني. شو يعني معناها؟ معناه محبتي كاملة للحسين والحسين محبته كاملة لي، هاي معناها. معناها محبتي كاملة للحسين والحسين محبته كاملة لي. أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ولد الحسين في السنة الرابعة للهجرة. حسين ولد في السنة الرابعة للهجرة. الحسن أكبر من الحسين، الحسن أكبر من الحسين. وورد عن أبي أيوب الأنصاري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين يلعبان على صدره. دخل على رسول الله فوجد الحسن والحسين يلعبان على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، أتحبهما؟ قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا. قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا، الحسن والحسين. تعرفوا قديش الفرق بالعمر بين الحسن والحسين؟ تقريبا سنة ونصف تقريبا. الحسن ولد في السنة الثالثة للهجرة، والحسين ولد في السنة الرابعة للهجرة. كان شيء سنة ونص بس بيناتهم. الحسن أكبر من الحسين. حتى الحسن ولد في السنة الثالثة وتوفي في سنة 50. يعني قد ايه بكون عاش؟ 47 سنة. بكون عاش 47 سنة. طبعا هذا على قول، في أقوال، بس هذا من الأقوال المعروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف لا أحبهما وهما ريحانتايا من الدنيا. يعني الحسن والحسين، شو ريحانتايا يعني؟ يعني الحسن والحسين نعمة رزقني الله إياها، هاي معناها، نعمة رزقني الله إياها. تعرفوا أنتوا لما ولد الحسن، احنا قلنا الحسن أكبر من الحسين، لما ولد الحسن أراد سيدنا علي أن يسميه حربا. هل كان سيدنا علي يحب الحرب، يحب الجهاد في سبيل الله؟ فلما رزق ولد له الحسن هم أن يسميه حربا، فسماه الرسول الحسن. ثم لما أتى الحسين بعد شي سنة ونص، أتى الحسين كمان هم علي أن يسميه حربا، فسماه النبي الحسين. وكان لم يسبق أن سمي الحسن والحسين أحد قبلهما، يعني ما حدا تسمى بهذه بالحسن والحسين قبل الحسن والحسين. وطبعا لا يذم اسم الحسن ولا الحسين، ما حدا يستهزئ بهذه الأسماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى بها ورضي بها واستحسنها العلماء كذلك. وورد أن ملك المطر ميكائيل، ملك المطر ميكائيل، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي، الملك طلب من النبي أن يزوره، الملك ميكائيل اللي هو الموكل بالمطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة، احفظي علينا الباب. يعني ما الدخل بالعمية حدا علينا، لأنه بده يكون هو والملك ميكائيل. فجاء الحسين فاقتحم، كان بعده صغير الحسين، فجاء فاقتحم وجعل يتوثب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يقبله. فالملك ميكائيل شو قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أتحبه؟ قال: نعم. قال: إن أمتك ستقتله. هذا ميكائيل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أتحبه؟ قال: نعم. فأخبره: إن أمتك ستقتله، وإن شئت، الملك عم بيقول له للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه.
فقال النبي نعم، فأحضر الملك تربة من حمراء من كربلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي كربلاء كرب وبلاء، فقال كربلاء كرب وبلاء. فأخذت أم سلمة هذا التراب فصرته، حطته بخرقة يعني، وضعته في خرقة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حسين مني وأنا من حسين، قال حسين مني وأنا من حسين، معناه محبتي كاملة للحسين وللحسن كذلك، والحسين محبته كاملة للنبي عليه الصلاة والسلام. هلأ كيف قتل الحسين؟ كيف كان مقتل الحسين؟ طبعا في أحداث كثيرة طويلة، هنحاول نلخصها بشكل مختصر لكن يوضح كيف تم قتل الحسين. بعد باختصار، بعد استشهاد سيدنا علي رضي الله عنه، اللي هو مين بيكون؟ أبوه للحسين، اللي هو أبوه للحسين. علي كيف قتل؟ خرج، كان سيدنا علي رضي الله عنه كان في الكوفة، فخرج إلى صلاة الصبح، فكان ناطره عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم، هذا عبد الرحمن بن ملجم كان ممن خرج على الإمام علي وكفره، يعني هذا خرج على الإمام علي وكفره، فاختبأ له في الطريق، وهناك وهو الإمام علي خارج لصلاة الفجر لصلاة الصبح، أتى عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم فضربه للإمام علي في جبهته فقتله. فهون عندما استشهد سيدنا علي رضي الله عنه، مين تسلم بعده الخلافة؟ الحسن ابن الحسن، لأن الحسن أكبر، الحسن بن علي هو الذي تسلم الخلافة. أدى دامت خلافته 7 أشهر تقريبا، 7 أشهر بس، ثم الحسن لحقن دماء المسلمين سلم الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان. يعني الحسن دامت خلافته 7 أشهر سلم تقريبا لحقن دماء المسلمين، لأنه كان بده يصير دماء، فسلم الخلافة لمين؟ لمعاوية ابن أبي سفيان. ثم بعد أن مات معاوية تسلم الخلافة ابنه يزيد، يعني معاوية كان يقول ولوا يزيد، وكانوا يحبون السلطة. ثم بعد موت معاوية تسلم الخلافة ابنه يزيد، وطلب يزيد من الحسين وعبد الله بن الزبير مبايعته، فرفض الحسين وابن الزبير مبايعته، لأنه يزيد كان ظالم ما قبلوا يبايعوه. فأرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة. يعني هون طبعا يزيد أصر على الحسين أنه بدك تبايع وإلا بده يصير في قتال. فشو عمل الحسين؟ أرسل ابن عمه مسلم، الحسين له ابن عم اسمه مسلم، مسلم بن عقيل، أرسله إلى الكوفة ليتأكد من مبايعة أهل الكوفة للحسين. طفوا التليفونات لو سمحتوا. ليتأكد من مبايعة أهل الكوفة للحسين، فأرسل مسلم ابن عمه للحسين ليتأكد طبعا الحسين من أن أهل الكوفة بايعوه. أرسل مسلم للحسين أنهم، بعد أن أرسله يعني المسلم، بعث للحسين أنهم أن أهل العراق مبايعوه، وطلب منه القدوم مع أهله إلى العراق. قال له أنه أهل العراق وعدوا أنه حيبايعوك، وطلب مسلم من الحسين أنه يجي لوين؟ للعراق. وصار الحسين من المدينة إلى العراق، طلع الحسين من المدينة المنورة لوين؟ إلى العراق. وفي بعض الصحابة نصحوه للحسين أن لا يذهب للعراق، نصحوا بعض الصحابة نصحوا الحسين أن لا يذهب إلى العراق، ولكن أبى الحسين على كل من أشار عليه الرجوع إلى المدينة، وأصر إلى وين؟ إلى المسير إلى العراق. علم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر
علم أن الحسين قد توجه إلى العراق، فراح وراء عبد الله بن عمر، لا الحسين، راح وراء الحسين فقال له أين تريد، يعني لوين رايح؟ قال العراق ومعه كتب، يعني الحسين كان معه كتب اللي هي فيها مبايعة أهل العراق إله، إنه هن بده يناصروه يوقفوا معه. فشو قال له عبد الله بن عمر؟ قال له أين تريد؟ قال العراق ومعه كان كتب. فقال عبد الله بن عمر للحسين قال لا تأتهم، يعني ما تروح لعندهم. فقال الحسين هذه كتبهم وبيعتهم، يعني هؤلاء وعدوني وبايعوني. فقال ابن عمر قال إن أهل العراق قوم مناكير، إن أهل العراق قوم مناكير، قتلوا أباك وضربوا أخاك وفعلوا وفعلوا، ومع هذا الحسين بقي مصر أن يبقى ذاهب لوين؟ إلى العراق. فلما شافوا عبد الله بن عمر أنه مصر يروح على العراق وما بده يتراجع ويرجع للمدينة، فقال له أستودعك الله من قتيل، قال له أستودعك الله من قتيل، يعني ما حيتركوك، بدهم يقتلوك أهل العراق. فلما علم بذلك يزيد بن معاوية، يزيد بن معاوية عرف أن الحسين طالع لوين؟ للعراق. فعلم يزيد بن معاوية أن الحسين ذاهب إلى العراق، ولا فراح حط واحد من جماعته، ولا على الكوفة، ولا واحد من جماعته كان اسمه عبيد الله بن زياد، قتل ابن عم الحسين مسلم بن عقيل، كان بعده الحسين ما وصل. ما هو يزيد عرف انه الحسين طالع، راح ولا واحد من جماعته على العراق، فهذا اللي من جماعة يزيد قتل ابن عمه للحسين اللي هو مسلم، اللي أرسله الحسين لحتى يأكد له انه اهل العراق بايعوه انه حيوقفوا معه. قاموا راحوا شو عملوا بابن عمه؟ قتلوه. عرفتوا كيف؟ وكان الحسين قد خرج من المدينة وبعده ما بلغه أنهم قتلوا ابن عمه، كان ما عرف أنه بمقتل ابن عمه مسلم، وكان خرج قبل وفاة ابن عمه مسلم بيوم. فأكمل الحسين سيره إلى العراق، ولما دخل العراق عرف أن أهل العراق قد قتلوا ابن عمه وتخلوا عنه، عرف انه هن قتلوا ابن عمه انه تخلوا عنه، ما وفوا بالعهد انه بالمبايعة. فهون شو عمل الحسين؟ جمع اصحابه ليلة عاشوراء وقال اني لا احسب القوم الا مقاتليكم غدا، يعني هؤلاء خلاص ناويين يقاتلونا، وقد اذنت لكم جميعا فأنتم في حل مني، يعني اللي بده يروح ويتركني يروح بهذا المعنى، وهذا الليل قد غشيكم تفرقوا في سوادكم، يعني هلأ في الليل تفرقوا إذا أردتم، اللي بده يروح يروح، فإنهم إنما يطلبونني، يعني هدول قصديني إلي أنا بدهم يقتلوني، اللي هو عم يعني بيحكي الحسين عن نفسه، فإذا رأوني لهوا عن طلبكم. فقال أهل بيته لا أبقان، وأصحابه كمان، يعني أصحابه كان معه من أصحابه وكان من أهل بيته يقاتل، في إخواته كانوا للحسين معه كمان. فقالوا أصحابه وأهل بيته والله لا نفارقك، إحنا ما حنتخلى عنك، يعني إذا أهل العراق تخلوا عنك نحن لن نتخلى عنك، ما تخلوا بقيوا معه. وأرسل عبيد الله بن زياد جيشا ليقاتلوا الحسين، وكانوا أضعاف، يعني كان جيش يزيد أضعاف مضاعفة عن الجيش اللي مع الحسين. فأرسل عبيد الله بن زياد جيشا ليقاتلوا الحسين، فالتقوا في أرض شو كربلاء، وحصل القتال، وكان أول قتيل من أولاد الحسين ابنه علي الأكبر، لأن الحسين كان مسمي، كان عنده أولاد مسمي علي الأكبر وعلي الأصغر، وكذلك قتل ابنه عبد الله بن الحسين لأنه كمان كان يلقب بأبي عبد الله، الحسين كان يقول له
أبو عبد الله، فكمان قتل ابنه عبد الله بن الحسين، وقتل إخوة الحسين اللي هن منهم أبو بكر والعباس وعثمان وجعفر ومحمد، هؤلاء من الإخوة الحسين اللي كانوا موجودين واللي كذلك قتلوا في المعركة. وقاتل الحسين وهو في المعركة، يعني الحسين هو في المعركة عطش شعر بعطش شديد في المعركة، فجاء أحد أصحاب الحسين بماء، جاب له ماء للحسين، فأراد الحسين أن يتناول الماء، فواحد من جماعة يزيد رماه بسهم فدخل فمه، يعني كان بده يشرب ما خلاه يشرب، رماه بسهم فوقع هذا السهم في فم الحسين في فيه، فجعل يتلقى الدم، يعني صار يبق الدم بقوله بالعامية بيده ويحمد الله، ومع هذا كان يحمد الله، وأراد أن يتوجه إلى نهر الفرات حتى يشرب، فحال بينه وبين الماء ورماه رجل آخر بسهم في حلقه، ومع هذا بقي يقاتل بشجاعة رضي الله عنه وبساله، حتى جاء رجل من جماعة يزيد فضرب كتف الحسين، فضربه على كتفه، وأتى آخر فضربه على عاتقه، وأتى آخر طعن الحسين في صدره فسقط الحسين على الأرض. ثم نزل سنان، هذا سنان النخعي اسمه، أتى نزل سنان ليفصل رأس الحسين عن جسده، ونزل خولي الأصبحي ففصل رأس الحسين، ثم جاء عشرة من الخيالة من جماعة يزيد فداسوا على جسده الطاهر، والحسين دعا عليهم، الحسين دعا عليهم، فهذا الرجل الذي رمى الحسين في حلقه بعد ذلك يعني ابتلاه الله بالعطش الشديد، هذا اللي ضربه بحلقه حتى ما يشرب، هذا بعد ذلك لأن دعوة المظلوم لا ترد، دعا عليه الحسين قبل وفاته، فبعد ذلك هذا الذي ضربه بسهم في حلقه ابتلاه الله بالعطش الشديد فما عاد يرتوي حتى مات، وهذا فيه أن دعوة المظلوم مستجابة، لذلك الواحد بده ينتبه أن لا يظلم الناس. ولم ينج من أهل بيت الحسين سوى مين؟ ولده الصغير علي زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن اللي كان يعرف بزين العابدين، حاولوا في واحد حاول قتل زين العابدين ولكن منعوه عنه لأنه كان صغيرا ومريضا، كان بخيمة وكان صغير ومريض، فقالوا له اتركه انه هذا ما حيطلع شيء من أمره، ولكن هو قدر الله أنه يعيش، وقيل حمل بعد ذلك، هلأ مش فصلوا له رأسه لسيدنا الحسين، حمل رأس الحسين وأحضر إلى مين؟ إلى يزيد بن معاوية في دمشق في الشام، كان يزيد هناك في الشام بعده، ليفرح يزيد بمقتل الحسين، جابوا له الرأس، بقي جسد الحسين بكربلاء، لكن حمل الرأس لوين أول شيء؟ إلى الشام بدمشق ليزيد ليفرح بمقتل الحسين، فكان يزيد والعياذ بالله من ظلمه وخبثه، كان وضع رأس الحسين أمامه وصار يدخل قضيبا في فم الحسين من ظلمه وخبثه ومن شدة حقده وبغضه للحسين، فكان مين موجود ورأى هذا الشيء اللي عم بيعمله يزيد؟ كان صحابي جليل كان اسمه أبو برزة الأسلمي، هذا أبو برزة الأسلمي كان من الصحابة الأجلاء، فغضب من فعل يزيد، انزعج إنه كيف يزيد عم بيعمل هذا الفعل، يضع قضيب في فم الحسين في رأس فم الحسين، فقال ليزيد أبو برزة الأسلمي قال ليزيد والذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين يقبلهما
ألا إن هذا سيجيء يوم القيامة وشفيعه محمد وأنت شفيعك ابن زياد. فذهب وتركه غضب من فعله. ثم قام أبو برزة الأسلمي من مجلس يزيد وانصرف، ونقل رأسه بعد ذلك نقل رأس الحسين إلى وين؟ إلى القاهرة فدفن هناك. يعني الآن رأس الحسين بالقاهرة وجسده في كربلاء، ودفن الجسد طبعا في كربلاء. ولما قتل الحسين كان قديش عمره؟ 56 سنة، 56 سنة. وكان استشهاده يوم الجمعة في 10 من محرم سنة 61 للهجرة. يعني سنة 61 كان استشهاده رضي الله عنه. وكل من شارك في قتل الحسين انتقم الله منهم، كل من شارك في قتل الحسين انتقم الله منهم وماتوا ميتة سوء. وأكثرهم أصابهم الجنون، أكثر اللي شاركوا بمقتل الحسين أصابهم الجنون وأصيبوا بأمراض وعاهات في الدنيا. فورد أن عبيد الله بن زياد قطعت رأسه، فورد في الحديث أن 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. هذول 3 دعوات يستجيب الله دعاء 3 هؤلاء. لذلك واحد ينتبه من دعوة، من دعوة المظلوم إن دعا عليه بحق. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، والأم كمان دعوة الأم على ولدها إذا كانت بحق، مش صلبطة بالعامية بيقولوا، لا، إذا كانت بحق ودعت على ولدها، أو كان بحق ودعا على ولده، الأب دعا على ولده يستجاب دعاؤه. والله يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. فالظالم تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وأحدهم قال هيك كلام حلو الواحد دايما يتذكره، قال: إذا دعتك قدرتك يوما على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. إذا دعتك قدرتك يوما على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وين بدي روح من الله؟ الله يحسن ختامنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وهون علينا مصائب الدنيا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.